مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي سيكون مختلفا عن بقية الفيديوهات السابقة. في هذا الفيديو سأشرح فقط هذه الفقرة القصيرة، وسأقوم بالعديد تمارين عديدة للتدرب على هذه الكلمات لحفظها واستخدامها وتذكرها لاحقا. سنبدأ في الشرح. عنوان هذا المقال الذي سنشرح فقط الفقرة الأولى منه هي بايدن opens climate talks with set of new US climate commitments. بايدن يفتتح محادثات المناخ بمجموعة من الالتزامات المناخية الأمريكية الجديدة. بايدن opens يفتتح climate talks محادثات المناخ with a set of new climate commitments. بمجموعة من الالتزامات المناخية الجديدة للولايات المتحدة. كلمة commitments تعني التزامات. لا تهتموا لهذه الكلمات ولا تحاولوا حفظها. سنقوم فيما بعد بمجموعة من التمارين كما قلت، تمارين الترجمة لمساعدتكم على حفظها. Glasgow, US President Joe Biden on Monday announced a range of American commitments aimed at curbing global warming as leaders from more than 100 countries gathered in Glasgow for the UN Climate Change Conference. أعلن الرئيس الأمريكي عن مجموعة من الالتزامات الأمريكية. A range of American commitments. A range of American commitments. التي تهدف للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. Aimed at curbing. At curbing global warming. في الوقت الذي أو حيث اجتمع قادة أكثر من 100 بلد في غلاسكو لحضور مؤتمر التغير المناخي. Gathered اجتمع. Gathered نقول كذلك come together. Come together. Curbing جاءت من فعل to curb يحد من. Commitments الالتزامات aimed at يعني التي تهدف لي. Aimed at curbing تهدف للحد من global warming الاحتباس الحراري. Global warming. سنقوم الآن بمجموعة من تمارين الترجمة أو طرق لمساعدتكم على حفظ وتذكر واستخدام هذه الكلمات. سأعطيكم جملة باللغة العربية وستحاولون ترجمتها. سأعطيكم القليل من الوقت، بعض التواني، أو يمكنكم إيقاف الفيديو حتى تترجموها إلى اللغة الإنجليزية. بعد ذلك إن لم تتوفقوا في ترجمتها يمكنكم الاستماع إلى الترجمة التي سأعطيها بعد ذلك. سنبدأ باستخدام هذه الكلمات. Set of مجموعة من و commitments التزامات. Set of مجموعة من. Set of. أن ترجم هذه الجملة. لدي مجموعة من الكتب. لدي مجموعة من الكتب. I have a set of books. لدي مجموعة من الكتب عن التغير المناخي. يمكنكم إيقاف الفيديو كما قلت سابقا حتى تترجموها، بعد ذلك استمعوا للترجمة التي أقدمها. لدي مجموعة من الكتب عن التغير المناخي. I have a set of books about climate change. لدي مجموعة من الكتب عن التغير المناخي. لدي مجموعة من الكتب عن عن الاحتباس الحراري. I have a set of books about global warming.
مين. سيناقش الرئيس، يعني رئيس أمريكا أو رئيس أي دولة، سيناقش الرئيس الاحتباس الحراري. The president will discuss global warming. الحد من أو يحد من، الكلمة التي رأيناها في النص. الحد من، يعني القضاء أو نقص شيء ما. To curb. الحد من الاحتباس الحراري. To curb global warming. الرئيس الأمريكي يريد الحد من الاحتباس الحراري. يريد هو want. يريد. الرئيس الأمريكي يريد الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. الرئيس الأمريكي The US President wants to curb global warming. يهدف لي. aim الهدف أو يهدف لي. الرئيس الأمريكي يهدف للحد من الاحتباس الحراري. The American, the US president, it's the same. The American president aims to curb global warming. التزامات. التزامات أو التزام. commitments. التزامات مناخية. التزامات مناخية. climate commitments. أمريكا لديها التزامات مناخية. أو الولايات المتحدة لديها التزامات مناخية. United States has climate commitments. التزامات للحد من الاحتباس الحراري. commitments to curb global warming. سنتعلم كلمة جديدة هي صارم، ثابت، صادق. صارم، راسخ، ثابت. هي firm، راسخ. صارم، ثابت. التزامات صارمة أو راسخة أو ثابتة. firm commitments. التزامات راسخة للحد من الاحتباس الحراري.
firm commitment to curb global warming. الكلمة الأخرى التي رأيناها في هذا الدرس هي gather. Gather يجتمع. Gather. اجتمع التلاميذ في الفصل. Students gathered. In the class. اجتمع الكثير من الناس في الشارع. سنبدأ بالكثير. A lot of. اجتمع الكثير من الناس في الشارع. A lot of people gathered in the street. قائد. قائد. قائد بالإنجليزية هو. رأينا هذه الكلمة في الفقرة التي شرحناها من قبل. هذه هي الفقرة. القادة هم كما رأينا leaders. إذن فالقائد هو leader. Leader. قادة العالم. قادة العالم. World leaders. اجتمع قادة العالم في غلاسكو. مدينة غلاسكو. World. سأعطيكم بعد الوقت لكي تترجم هذه الكلمة أو هذه الجملة. World leaders gathered in Glasgow. ما هي الأمم المتحدة بالإنجليزية؟ رأيناها كذلك في تلك الفقرة السابقة. الأمم المتحدة. عفوا لا متحدة. الأمم المتحدة. United Nations. لكن عادة ما تترجم فقط إلى بهذه الطريقة. UN. نترجمها بهذه الطريقة. UN. الأمم المتحدة. انتبه لهذه النقاط، دائما نضعها في هذه الاختصارات. مؤتمر المتحد الأمم المتحدة للمناخ. مؤتمر هو مؤتمر. conference. إن هنا تنطق إم. conference. conference. مؤتمر. مؤتمر المناخ. climate conference. مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ. سنبدأ بالأمم المتحدة. UN climate conference. مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ يهدف للحد من الاحتباس الحراري. مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ يهدف للحد من الاحتباس الحراري. هذه جملة طويلة لكن كما يبدو فأنتم تعرفون جميع الكلمات الموجودة في هذه الجملة، لأننا رأيناها وتعلمناها وتدربنا عليها فيما سبق من هذا الفيديو. سنبدأ بالأمم المتحدة. UN. مؤتمر الأمم المتحدة.
UN conference, climate conference يهدف للحد من aims to curb الاحتباس الحراري global warming. كلمة أخرى سنتدرب عليها هي announced أعلن عن announced. أعلنت الحكومة عن قوانين جديدة. سوف نترجم الكلمات الموجودة في هذه الجملة، بعد ذلك سأطلب منكم ترجمة هذه الجملة بشكل كامل. قوانين rules قوانين. الحكومة هي government. الحكومة أعلنت الحكومة عن قوانين جديدة. سنبدأ بالحكومة. The government announced new rules. الآن أطلب منكم ترجمة كلمة تدابير. تدابير. رأينا هذه الكلمة في الكثير من الدروس السابقة التي ترجمنا فيها وقرأنا فيها مواضيع إخبارية من موقع بي بي سي. تدابير هي procedures. procedures. لاحظوا بأن هذه الـ هنا تنطق ج. procedures. procedures. تدابير. procedures. نقول كذلك actions. أعلنت الحكومة عن تدابير جديدة. ترجموا هذه العبارة. سنبدأ هنا كما العادة بالحكومة. ثم الفعل، بعد ذلك تدابير جديدة. The government announced new procedures. سنقوم بترجمة هذه العبارة الطويلة، الجملة الطويلة. أعلنت الحكومة عن تدابير جديدة للحد من الاحتباس الحراري. يمكنكم إيقاف الفيديو حتى تترجموها، ثم بعد ذلك تشاهدون الترجمة. The government الحكومة announced أعلنت. لاحظ نطق هذا الصوت هنا هو الت ليس الد. announced announced new procedures تدابير جديدة. new procedures to curb للحد من to curb global warming. الآن سنضيف كلمة أخرى، هي مجموعة من نفس الجملة لكن سنضيف لها مجموعة من. أعلنت الحكومة عن مجموعة من التدابير الجديدة للحد من الاحتباس الحراري. رأينا هذه العبارة هنا في هذه الفقرة. A range of مجموعة من. A range of يمكنكم إيقاف الفيديو حتى تترجموها ثم استمعوا وشاهدوا الترجمة. The government announced a range of
مجموعة من range of new procedures to curb global warming. شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء في فيديو لاحق.